خلونا نعرف تفاصيل اكتر. معانا دلوقتي عبر الهاتف رئيس تحرير مجله اخر ساعه الكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. خليني ابدا الاول من الاجراءات الاحترازيه اللي موجوده داخل مؤسسه اخبار اليوم. كان في عدد من الزملاء مصابين، فطمنا الاول على اخبارهم، وهل من المفترض ان احنا نقول عدد المصابين ولا نقول ان الاكثر الحمد لله هم اللي محافظين على نفسهم ومفيش اصابات كبيره؟ يعني الحمد لله حضرتك بتتكلمي على يعني اخبار اليوم فيها حوالي 5000 عامل وصحفي واداري، في 11 مشتبه في الاصابه فيهم، وفي عندنا اجراءات احترازيه واخدينها من بدايه الجائحه. كل الناس اللي بيشتغلوا ملتزمين بالتباعد الامن، ملتزمين بالكمامه، ملتزمين ب غسل الايد كل شويه، والحاجات دي متوفره كلها بوفره في الاماكن المخصصه ليها في اخبار اليوم. وجميع زميلاتنا ما بيجوش، جميع الزميلات اللي موجودين في المؤسسه وجميع الزملاء اللي يقدروا يشتغلوا اونلاين، وحضرتك عارفه ان كل الصحف دلوقتي ممكن بتشتغل اونلاين يعني. صحيح. فبقت المساله اكثر سهوله يعني. فاحنا واخدين الاجراءات الاحترازيه في بوابات بوابات تطهير وتعقيم موجوده في الثلاث مباني الرئيسيه، بالاضافه الى المبنى مبنى 6 اكتوبر بتاع المطابع، الزملاء في المطابع. في اجراءات بتتم في مشرفين الامن الصناعي بيمروا بصفه دوريه على جميع المكاتب، والاداره الطبيه قايمه بواجبها على اكمل وجه ال 24 ساعة في اتصال مباشر، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للصحافة. طيب، فبالنسبة للإجراءات اللي احنا واخدينها الحمد لله وربنا الحافظ في الآخر يا رب طبعا، لكن احنا بنعمل اللي علينا أكيد. وأنا بس خليني يعني أتمنى الشفاء وندعو لزميلاتك وزميلك اللي اصيبوا، وان شاء الله يرجعوا بقى. يا رب يا رب. طيب، عايز اتكلم على الطفره الكبيره اللي حصلت في الاعداد المصابه في الفتره الاخيره. البعض رجع ان ده ممكن يكون نتيجه لطبعا العزومات اللي كانت في شهر رمضان والتزاحم على كحك العيد والملابس، وكمان كان في عزومات في العيد. هل حضرتك يعني مما رصدته في الصحافه ومما رصدته في الاعلام، هل بالفعل السبب الاساسي في زياده الاعداد في الفتره دي هو اللي حصل ده، ان احنا يعني كان في تزاحم، كان في يعني برضو عزومات، هل ده سبب اساسي؟ شوفي حضرتك، لو حسبناها بورقه وقلم، الاسبوع بتاع العيد كان هو الاكثر تشددا في الحظر. كان جميع المرافق قافله، المحلات مش موجوده، المتنزهات مش موجوده، ساعات الحظر 13 ساعة، وده أكبر عدد ساعات منذ بداية الحظر. بس في ناس سافرت البلد. وصلنا لكام يا فندم؟ وصلنا ل 1500. أها. لا نتيجة إيه؟ نتيجة إيه؟ نتيجة عدم الالتزام. لا نتيجة بقى تزاحم، ولا نتيجة أصل الدولة مش واخدة إجراءات، أصل في نتيجة عدم التزام الناس نفسها. يعني الناس اللي كانوا بيقولوا طب احنا عايزين حظر، هو في حظر كان اكتر من الاسبوع بتاع العيد؟ ما كانش في حظر اكتر من كده. طيب، يبقى الاعداد زادت، الاعداد زادت، ايه السبب؟ انه الاشخاص نفسهم غير ملتزمين ومستهترين، وهذا الاستهتار بتبقى عامله زي المتواليه الهندسيه، حضرتك واحد بيجيب اثنين لاثنين، اربعه لاربعه 16، دي مساله خطر جدا. احنا امام ظرف استثنائي، لابد ان احنا ناخد اجراءات استثنائيه، والاجراءات الاستثنائيه كلها في المصلحه، وكلها اجراءات سهله وبسيطه. يعني ايه واحد مش عايز يغسل ايده كل شويه؟ يعني ايه واحد مش عايز يحط كمامه على بقه عشان ما يتعديش؟ يعني ايه واحد؟ طب اقول لك حاجه يا استاذ محمد، يعني يقال ان السبب الاساسي الاجازات اللي اتخذت قبل العيد، والناس اللي سافرت لزياره اسرها في عدد كبير طبعا من المحافظات الاخرى، وخاصه في المطابع عندكم ده حصل، وده كان سبب كبير قوي في الاصابات وطبعا العدوى. هقول لحضرتك، في الاخر هل كان في يعني بدايه رمضان؟ في بدايه رمضان كانت العزومات اكثر من العيد. على فكره الناس اللي سافروا في العيد.
الناس كلها، معظم الناس واخده اجازات. يعني معظم الناس واخده اجازات. فالقضيه كلها في الاستهتار. لما المده طالت الناس استمرأوا قالوا لا ما احنا مش هيجرالنا حاجه. خليني بس اقول لك جمله صحيح صحيح دلوقتي. يعني دلوقتي على الفيسبوك وكل مواقع التواصل الاجتماعي بيبصوا على المظاهرات اللي في امريكا. الله، طب ما هم في امريكا هم نزلوا مظاهرات وفي التصاق بينهم وبين بعض ومحدش لابس كمامه. يبقى دي مساله اشاعه وبتاع. وده اللي بيردده الجماعات الارهابيه، ان هم بيتصيدوا اي وقت علشان يقللوا الاجراءات الاحترازيه الشخصيه علشان يزودوا العدد. فلازم الناس تنتبه انتباه شديد جدا. صحيح. انه مش معنى ان انا بشوف صوره وناس انا مالي، انا مش دعوه. احنا مالناش دعوه، كل دوله لها خصوصيتها. الناس كلها، هو احنا كلنا دلوقتي عايزين ايه؟ كلنا صغيرين وكبار عايزين ما يبقاش في حظ. الاولاد عايزين يروحوا المدارس، احنا عايزين ننزل شغلنا ال 24 ساعه، اللي عايز يروح سينما عايز يروح سينما، اللي عايز يقعد على كافيه عايز يقعد على كافيه. فكل الناس عايزه ترجع تاني بس بامان. هم عايزين يرجعوا بس يحسوا بامان، لكن لو طبعا لو حسوا ان ما فيش امان في المكان لا اكيد يعني مش هيرجعوا. لا لا، انا اقصد يعني اقصد ان انا كلنا عندنا رغبه الى العوده. لكن العوده دي بايد مين؟ هل بايد الحكومه؟ لا بايد الاشخاص نفسهم. طبعا انت عايز ترجع لابد ان تكون ملتزما التزاما صارما مع نفسك ومع اهل بيتك. لو كل واحد عمل ده ثق تماما انه الاعداد هتقل جدا. المساله بسيطه بسيطه جدا. يعني الدوله عملت اللي عليها، 100 مليار تم ضخهم، المستشفيات موجوده ومستوعبه الناس وعندها استعداد تستوعب اكتر، المناطق العزل متوفره، ولادنا وابنائنا اللي موجودين في الخارج اي حد عايز يرجع يرجع. طب ايه تاني بقى الدوله ممكن تعمله؟ ما هو التقصير اللي الدوله عملته فزادت الاعداد؟ مفيش مفيش. يبقى هو المحور الرئيسي في زياده الاعداد او قله الاعداد او اختفاء الاعداد المصابه هو الشخص نفسه. بس يا استاذ محمد، يوم الاحد اللي فات تحديدا كان في زياده اعداد غير عاديه، وكان في اقبال على المستشفيات لدرجه انك كنت تسال تلاقي عدد كبير جدا من الناس موجوده ومش لاقيين اماكن، وكان في حاله من الزعر والخوف والقلق. ده مش يخلينا نبقى قلقانين من عوده الحياه بصوره طبيعيه مره ثانيه؟ يعني مش نستنى شويه ولا شايف حضرتك ايه؟ بص يا هنا، احنا خلينا نتكلم كلام عملي. نتكلم كلام عملي. ايه هو الكلام العملي؟ هل مصر تستحمل يوم حظر كامل بلا عمل؟ ما لا. نستحملش ده. ما نستحملش. احنا دوله لازم نشتغل علشان يبقى عندنا دخل عشان نقدر ناكل. الاحتياطي بتاعنا موجود وامن وكل حاجه، بس لحد امتى؟ يعني هذا الاحتياطي لابد ان نامن هذا الاحتياطي، نامنه بالشغل، نامنه بان احنا نبقى حريصين على ان عوده الحياه تعود عوده صحيه. ولسه بقول لحضرتك، هل الحظر في اكتر من حظر 13 ساعه حظر؟ في اكتر من ان انا كنت قافل كل الاماكن اللي فيها ممكن ناس تتجمع؟ كل المصالح الحكوميه مقفوله، ورغم ده زادت الاعداد 1500. يبقى ده ايه؟ سلوك شخصي، مش مساله ان انا ارجع او ما ارجعش. اللي هيبقى مستهتر هيستهتر في بيته وهيصاب، اللي هيستهتر في شغله وبرده هيصاب. على اي حال، النقطة الإيجابية الحقيقة اللي بنشوفها دلوقتي إن عدد كبير جدا ملتزم والحقيقة بيرتدي الكمامة، وإن كانت فعلا الكمامة هي اللي ممكن تحجب وتقلل الأعداد، فأعتقد إن احنا كده مقبلين على صورة إيجابية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله صورة إيجابية، بس لازم لازم كل شخص يلتزم ويبقى عنده فيه صرامة في الالتزام، هو وأهل بيته، هو وكل المحيطين بيه. يعني هو دخل محل مثلا ولقى ناس مش لابسين كمامة يخرج. صح. خلاص. هو مش هيقدر يلزم انها اخرج. فهتخلي صاحب المحل اللي عايز يبيع مش هيدخل حد علشان يكسب. علشان كل الناس يبقى ملتزمين. انا ابني راح محل يشتري اكل، دخل لقى اللي واقفين مش لابسين كمامات، خرج.
لو كل واحد عمل كده ثقي تماما حضرتك انه هيبقى في انخفاض في عدد الحالات، وزياده عدد الحالات الناس لازم برضه تاخد بالها، ده هيحمل الدوله عبء مادي كبير جدا. احنا مش في حاجه لده، يعني بدل ما نبص ان احنا نوفر فلوس عشان نعمل مشروعات عشان المستقبل، ناخد فلوس عشان احنا مستهترين. ليه يعني عدم الالتزام؟ ليه واحد يقول لي هو مش عايز يلبس كمامه؟ ليه مش عايز يغسل ايده؟ ليه مش عايز يبقى في بينه وبين المسافه آمنة. الشخص الثاني؟ صح. ليه يعني السؤال لماذا الاستهتار؟ صح. يعني هو كسبان ايه؟ هو خسران، الدوله خسرانه، ابوه وامه خسرانين، ولاده خسرانين، الدوله اللي احنا عايشين في خيرها وظلها دي خسرانه. يعني أن يلتزم الجميع. أتمنى إن شاء الله القدم أفضل. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة على هذه الإيضاحات.